طب شوف دي، قول يا رايق. راجل مخلف 12 عين، ده باين عليه صحته شديده. السلام عليكم يا جماعه. ومراته حامل في ال13. عند ال13 قال لازم اوقف، كفايه كده. راح واخد بعضه هو والست بتاعته وال12 عيل وراحوا رايحين للدكتور. قال له انا عاوز احدد الناس، كفايه على كده. تفتكر الدكتور يقول له ايه؟ يقول له خلي الست مراتك تاخد الحبوب. يبقى الراجل يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له ما نفعتش. لا يا غشيم، هو ينقي 3 عيال ويبعدهم عن اخواتهم ويقول له خدت الحبوب وخلفت الثلاثة دول. احلى تكة. فالدكتور يقول له استعمل عازل طبي، ينقي 3 عيال ويقول له استعملت العازل خلفت الثلاثة دول. انت كده معايا على الخط. الدكتور يقول له ايه؟ خلي الست مراتك تاخد اللولة. ينقي 3 عيال ويقول له خالد عملت اللولة بدوت وخلفت الثلاثة دول. تفتكر الدكتور يعمل ايه؟ احسن حاجة ينصحه ما يقربش من الولية مراته بتاتا. هنا بقى يشاور على اخر 3 عيال ويقول له عملت كده وبرضه خلفت الثلاثة دول. تك تك. ايه؟ هو بقية الناس فين؟ صحيح، ده مفيش إلا أنا وأنت وبس. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ترى احنا تأخرناك ده ليه؟ هو الإمام عيان ولا أغمى عليه؟ يكونش مات. عايز أرفع راسي وأبص بس خايف يضيع أجري. طب فرضنا إن الشيخ مات، هنفضل ساكتين كده لحد امتى؟ كنت مولانا ضرب له كنكة حشيش كبست على نفوخه، ما احنا في البطنيه. الطاعه واجبه. سيدنا سليمان مات والجن فضلت سجداله لحد ما السوس نقر عصايته، يعني الجن يطيع واحنا نعصب.
انا بقول نصبر شويه، وعلى راي المثل من خاف سلم. واخيرا تحقق الحلم، لقد احببت الله منذ الصغر واخلصت للدين منذ الصبا، عشقت التقوى وصادقت الورع بحكم نشأتي في بيئة ريفية تتعرف على الوقت بصوت الأذان. التحقت بالأزهر الشريف، درست علوم الدين فزاد إيماني وتأصلت عقيدتي، وأنهيت دراستي على خير، وتم تعييني واعظا وإماما. وأين؟ بالقاهرة، وبالقرب من حي الأزهر الذي ارتبطت به ارتباطا وثيقا. عبق التاريخ القديم وعشرات القصص والاجتهادات التي كانت تدور في الأروقة، ها أنا ذا في المكان الذي أحب أن أكون فيه أو بالقرب منه. أنا عبد العال رمضان أبو اليزيد، إمام مسجد التوكل بحي الباطنية. أنت مين؟ أنا عبد العال. عال مين؟ إمام الجامع الجديد. هو مين الجديد، أنت ولا الجامع؟ معلش يا سيدنا الشيخ، اللي ما عرفك الجلع. حصل خير يا أخ سمر؟ سمر تمري بحاجة تانية؟ ألف شكر. شكرا. العفو. الناس هنا أمرهم غريب حقا، وهداية قوم ينصرفون عن دينهم ليس بالأمر الهين، ولكن أليس هذا مرادك الذي طالما سعيت إليه؟ أليس هذا هو ميدانك الذي طالما رددت أنك تود أن تجاهد فيه؟ فلتبدأ من الآن، حببهم في الإيمان وادعوهم ليعبدوا الله حق عبادته، ليجعلوا خشيته دائما نصب أعينهم. اذهب إليهم مصحوبا بالهداية، وإن شاء الله تفلح وتجد عندهم استجابة. أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. حي على الصلاة. ده الشيخ الجديد اللي جابوه ده صوته ايه؟ عناب. مين ده؟ تقولون في الأفيونجي، مراته ترضاه بيجيبت هنا. لا ضرر ولا ضرار، لكن واجب أن يدفع أجرة المبيت في المسجد، صحيح علشان يصلي. يا مولانا. هيحب الصلاة لما يتعود عليها، وهو نبقى ثلاثة. الله أكبر. الله أكبر. إيه ده يا معلم؟ القرش ماله هفتان كده ليه النهارده؟ اخص عليك، مفيش حاجه هفتانه تخرج من ايد المعلم. هات النعمه. قلت لك ايه؟ طب خلاص خلاص يا معلم خلاص. غور يا واد من وشك، غور. اللي بعده. نهارك حلو على كل الناس يا معلم. قرش كام يا معلم؟ زي امبارح. انا افتكرت يكون غلي ولا حاجه يا معلم. حلو ايه؟ حلو بجد. النهارده من غير فلوس عشان انت زوق. يابا ده قرش بحاله. وبعد لك يا حبدون، انا عارف انا بعمل ايه كويس. ده زيك البضاعه، وبعدين واحد زبون عكنني طرات، واحد بسطني بسط. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا، حصلت لنا البركه. كرسي يا واد لمولانا. البركة بفضل الله يا معلم. نزل لنا صنف جديد لسه محدش جاب، ما تاخد نفحة منه عشان يخليك تصهل لساعة الأذان. سامحني يا معلم حنتيتك. عيب لما تكسف المعلم، دي نفحة طيبة. يا أخي حمدون المعلم سيب مني أرض. أحسن.
احسنت يا مولانا. اولادك دول يا معلم؟ لا، دول ولاد ابن حمدون. قيل لي انك لم تتزوج. اذا كيف يكون الاولاد بدون زواج؟ يا مولانا ده في الطراوة خالص. راجل بتعرف بينا، مش فاهمه هو في الامور الدنيويه بتاعتكوا دي. انا فاهمك يا مولانا، اصل الواد حمدون ده داير على حل شعر. ايوه، لا مؤاخذه يعني بتاع ستات، كل شويه الاقي واحده ست جايالي جايبالي عيل وتقول له خد ابن ابنك، ابص فيه الاقي الخالق الناطق شبه الواد حمدون، اقول لها سيبيه واتكل. العيال ما بتضرش، وبرضه لما بيكبروا بينفعونا في الشغل. انما انت ما قلتليش انت كنت جاي عايزني في ايه؟ في موضوع مهم يا معلم. مهم؟ نعم. حس كده بقى قوم بينا، اصل المنطقه دي ما ينفعش فيها الكلام المهم. انا مبسوط منك علشان جيت عرفتني بنفسك اول ما طبيت الحيطه. عشان انت الكبير يا معلم. انا عارف انت عايز ايه. عموما ما يهمكش اي طلبات للجامع، انا تحت امرك ورقبتي سداد. يعني عايز لمط كهربا فرش؟ اسمع، انا هجيب لك ميكروفون عشان حيلك ما يتهدش بالطلوع والنزول. اما من ناحيتك انت فما تشيلش هم، انا عارف ان راتب الحكومه ما بيكفيش، هنمشي لك راتب. منور يا معلم. منور يا سيد الحته. ازيك عليهم؟ الحمد لله. ها اخبار ابنك ايه؟ ابني خلص حقوق، والبركه في حضرتك يا كبير، عايزينك تتوسط لنا كده عشان يخش النيابه. الله يكرمك. من عينيا. الله يخليك يا معلم. لا مؤاخذه يا معلم، الموضوع غير كده خالص. امال الموضوع ايه؟ لا مؤاخذه، الجامع يا معلم على طول فاضي، مفيش حد بيعتبه. مين قال الكلام ده؟ ده الجامع يوم الجمعه بيبقى مكمل. مكمل؟ يعني اقصد بيبقى مليان على الاخر يعني. يا معلم الجامع المفروض يبقى مليان 5 مرات في اليوم، مش يوم الجمعه بس. لا بقول لك ايه، ما تصعبش الدين عشان هتصعب الدنيا معاه. انا لا عاوز اصعب ولا سهل، انا عاوز الدين حسب شرع ربنا. ربنا غفور رحيم، وبعدين الناس بتصلي في بيوتها في شغلها. يسر يسر ولا تعسر. ربنا يسعدك ويكرمك يا معلم يا رافع رحمة. خد دول يا ام سليم وكتري من الدعاء، ويبعد عنك ولاد الحرام. فهمت؟ ايوه يا معلم، بس عايز حضرتك برضو تفهمنا، حق ربنا ما فيهوش فصال، والناس هنا في الحته كل واحد في ملكوت تاني. دول ناس مؤمنين وعارفين ربنا، دول اهل خير. طب ايه رايك بقى ان ربنا راضي عليهم؟ ما هو ربك ده رب قلوب يا معلم. تاني بالمختصر المفيد، قول طلباتك ايه يا معلم. انت الكبير وكلمتك مسموحه، وبعدين يعني لو نزلت الجامع وصليت مش هتبقى لوحدك، أكيد في ناس هتتبعك، والصلاة دي فضل كبير، دي بتشيل ذنوب وبتحوش بلاوي. أها، أنت جاي تهدد ولا توعظ يا مولانا؟ يا معلم خليك هادئ الطبع، أنا جاي أهدي. تهدي مين؟ إحنا عالم مهدية أباً عن كده. أنت عارف الجامع اللي أنت بتشتغل فيه ده مين اللي بناه؟ أكيد راجل من أولياء الله الصالحين. أدي أنت قلتها بعظمة لسان، اللي بناه بقى جد حنتيتك الكبير، لو كانت دفن فيه كانت عمل له مقام. اسمع أخ، انت لازم تعرف اولك فين واخرك فين. عاجبك تشتغل في الجامع بتاعنا على هوانا، اهلا وسهلا ورقبتنا ليك. لكن هتقعد تبعث في الناس بقى وتقول لهم الحشيش حرام ده اللي ناقص، يبقى تشوف لك جامع تاني. الجوامع اكتر منها مفيش يا معلم. انت مره واحده كده طبعك اتغير، فين السماح؟ سماحه لما نتفق يبقى في سماح، لكن طول ما انت بطريقتك دي هنعاملك زي الضباط بتوع الداخليه. خليك خفيف خفيف عشان العيشة تبقى خفيفة، بلاش عكنانة الله يرضى عنك. يا مولانا الصلاة دي فيها حاجات كتير قوي أنا مش عارفها، وضوء وحفظ فتحة. ده مش فتحة وبس، ده كمان عايز حاجة جنبها. بقول لك إيه، إديني كده قد 3-4 أشهر وأنا هكون زبون عندك في الجامع. 3-4 أشهر عشان تحفظ الفتحة وصورة جنبها؟ ده إذا ربنا فتح علينا. مضى شهر وشهر آخر والحال كما هو عليه، الجامع بلا رواد والمقهى عامر بالناس. غريب حقا أمر هذه الحارة، إنهم يكرمون الضيف ويغيثون الملهوف ويتعاونون في المناكب، فالإيمان إذن موجود بعماقهم.
ولكنهم منصرفون تماما إلى الحشيش، ذلك الرجس الذي يقف بيني وبينهم. اعترف أنك فشلت في هدايتهم، اعترف أنك أخفقت في التقرب إليهم، اعترف أنك هزمت ولكنك تكره الهزيمة. إذن انزل إليهم واجلس معهم، شاركهم الطعام، فلتصبح منهم ليصبحوا منك. وقتها ستجد الهداية تسري منك إليهم وهم لا يشعرون. يا مرحب، جيت في وقتك يا مولانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كبير قوي طاير حاير عشان خاطر مولانا شرفنا. قوم اقعد، روح اقعد. اقعد يا مولانا، اقعد يا مولانا. عرفك سيد سهلالة، اخويا الكبير، لسه خارج امبارح من السمرامير. كان شايل عنا قضيه كبيره قوي. هو كان هناك وانا كنت هنا. سلم على مولانا يا سيد. ازيك يا شيخنا؟ بقول ايه، شكلك مش غريب عليا يا مولانا، انت كنت بتقعد في السجن. لا سهلالة، ده احنا اول زباين عندي. على فكره معلم حمدون، مولانا صوته مفيش احلى من كده. هو بيقدم الله. طب ما تغني لنا حاجه كده عشان خاطر سهلالة. انا لا اعرف شيئا عن الغناء. بقول لك عشان خاطر سيد، انا لا اعرف سوى التواشيح. يبقى تواشيح. وشح يا مولانا وقول بس، والنبي وحات والدك قول لنا حاجه كده صعبه ناجحه زي دي واللي بتقطع القلب. فبعبدك خالقي رحمك، يا كاشف البلوى أتيتك راجيا أرجو رضاك، أرجو رضاك فليس لي إلاك. إن كان حظي في الحياة قليلك، إن كان حظي في الحياة قليلك فالصبر يا مولاي فيه رضا. والعجز غاية قوتي، فإذا قضيت فمن يرد قضاك. We can't deny.
الشيخ والنبي بقى ما تحرمناش من حصتك الحلوه. مولانا. نعم. انصحني يا مولانا، الراجل جوزي كل يوم بيرجع مسطول، واول ما يحط راسه على المخده بينام. كل المساطيل اول ما بيحطوا راسهم على المخده بيناموا. بس انا بكون لسه صاحيه. يبقى تنامي قبل ما هو يجي. هو ده كل اللي عندك؟ مولانا. افندم. انا رشيده، اخر عروسه اتجوزها المعلم حديده. اهلا وسهلا بيكي، خير ان شاء الله. قول ان الله غفور رحيم. انا مرات رابعه، عندي 25 سنه وهو عنده 50. اتجوزني بعد ما ابويا دخل السجن، ما بشوفوش كتير، مره كل فين وفين. من مده الواد سنور كان جاي، وكان جايب مع الطلبات، وانا كنت خارجه من الحمام وشعري كان مبلول، كأنه كان جايب إبليس معه مخبي جوه جيبه. وحصل اللي حصل، واللي حصل ده حصل كذا مرة. عشان كده أنا جيت لك تنصحني، وحاسة إن توبتي هتكون على إيديك. التوبة مش عايزة واسطة من حد، منك لربنا دول، بس المهم نيتك تبقى صافية. استودعك الله. جزمتك. انا اسمي ليلي، انت ما سمعتش عني؟ طبعا سمعت عنها، ده كلام الناس كله عليها. الوحيده اللي قالت لا، كلهم جولي عشان يتصيروا الا هي. عرضت عليها 1,000,000 جنيه مهر، ما وافقتش. طالعه لي فيها على ايه مش عارف. اصل امها كانت اتجوزت واد خواجه، اخي اتجوزت خواجه اسمه ونس، قعد معاها اسبوع وبعدين اتنفى. راجل اهبل، قضى معاها ليله عجيبه، وبعد كده قعد يبعت لها شهريه. ايوه البديعه والليله، اصل اسمها الحقيقي ليلى، لكن ليلي ده لما جه جدها وجدتها يشوفوها سموها ليلي. قعدت بديعه تحوش الفلوس وتجرت بيها مع جوزها الجديد اللي اتجوزته، كان مغربي، هم اللي حطوا اساس حي البطنيه بتاعتنا دي. ايوه دلوقتي ماتت بديعه وراحت الفلوس، وما عادش اتفضل غير ليلي. بشوفها بالليل شغاله جرسونه في كباريه، بس الخواجايه المصريه طالعه فيها، مش عايزه حد يقرب لها، مش عايزه تبقى مننا، هي عايزه خواجه زي ابوها. مساء الخير يا سيدنا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ست ليلي. كنت عايزه اطلب منك طلب، بس خايفه تكسفني. خير، ممكن ادخل؟ هو انا اصلي عايش لوحدي والدنيا ليل، وهذا لا يجوز. ممكن وقت تاني؟ حتى انت يا مولانا، وبعدين ده حتى ربنا شاهد علينا. طب اتفضلي.
بس نسيب الباب مفتوح. خير ان شاء الله. حسن قلبي مقبوض والدنيا مقفولة في وشي. ربنا يفتحها في وشك وينور لك طريقك. طب ما تنورهولي ينوبك ثواب. النور لابد ان يأتي من الداخل من القلب. ازيك يا مولانا؟ اهلا. ازيك يا ولد يا عطو؟ قفلك الباب؟ لا لا سيبه مفتوح. لا اقفله لك احسن. لا بقول لك سيبه عشان الهوا يا ولد. طب والله العظيم مين اللي قفله؟ بقول لك سيب الباب يا عطوه. يا عطوه بقول لك سيب الباب يا ولد يا عطوه. عايزاك تعلمني اللغه العربيه الفصحى. عندي كتاب سوف احضره لك. لا انا عايزه درس خصوصي. استغفر الله العظيم. استغفر الله. شكرا يا حبيبي. بنات الليل الشرفاء. أن أؤذن لصلاة الفجر اليوم. كان الأمر فوق طاقتي، فقد كانت أول مرة في حياتي أتعرض لمثل هذه المرة. سبحان الله، أنا الذي جاء إلى الحارة ليطرد منها الشيطان تضاءلت طموحاتي، وأصبح منتهى أملي هو أن يبعد عني الشيطان. أنا الشيخ عبد العال، أجد نفسي هكذا في الشرك. أنا الذي أردت هزيمة الشيطان في الناس أجري خوفا من أن يهزمني في نفسي. أدركت الآن أنه لا يحلو لك التربص إلى محاطا بالجمال أو على هيئة امرأة. لابد أن أمحو من ذاكرتي كل ما رأيت. لابد أن أطفأ في نفسي نور حجرتها. إنها الحرب بيني وبينها.
أقسم بيني وبين الشيطان. يا رب خوفي ليس من الشيطان إنما من نفسي. يا رب أحببتك نقيا وأعلم أنه لابد لي من أن أنتحر. يا رب أعلم أنه كلما زاد الابتلاء زاد الأجر، وكلما زاد الصبر كلما نعمت بحلاوة القرب منك. إني طامع في الاقتراب منك أكثر، سأنظر أكثر، سأضاعف الإغواء. Yeah.
الله أكبر. الله أكبر. جاي عشان الدرس الأول. بس أنا جبت الكتاب اللي أنت قلت عليه. الله أكبر. الله الفرح بيموت في لحظة حزينة.